على قمة هذا الجبل يمكن مشاهدة مدينة ساحلية تحتضنها الجبال من مختلف الجهات. تتراءى لك من بعيد أنها صغيرة، لكن عندما تقترب منها يتضح لك أنها أكبر مما تتصور. هي سدح، واحدة من مدن الساحل في محافظة ظفار، ومركزاً مهماً من مراكز التجارة في المنطقة. خرج منها رجال ألا وصلت سفنهم إلى بقاع مختلفة من العالم، وكان من بينهم الشيخ محمد بن سعيد الشكيلي الذي حاولنا أن نتصفح معه جوانب مهمة في كتاب ذكريات سدح، فأراد أن تكون البداية من حصن سدح الذي عمل فيه نائباً لوالي ظفار في سدح منذ عام 1972، ثم والياً بعد أن تحولت سدح إلى ولاية. في عام 70 المحكمة صاحب الجلالة كان واحد نائب قبلي أنا اسمه مسلم بن محمد، وبعدين هذا طلبت الحكومة في زمان المرحوم بريك بن حمود الغابري اللي كان والي ظفار. والي ظفار كان والي ظفار نعم. وطلب هذا الرجال ينقلوا إلى صلالة وجعلونا أنا بديله في هذا البلاد. كنت نائبا أول مش والي. في عام 1972. في شهر 5 عام 1972. وكنا عايشين في هذا البلاد سمعت، ونحن في هذا الحصن نحن والعسكر كلنا العسكر واحد من المواطنين من البلاد من سدح. في الأخير يعني جونا جيوش ثاني مرة في زمان أول قبل أحكم صاحب الجلالة. الحقيقة يعني جلسنا في هذا الحصن سنين عديدة وعشنا فيه يعني ليل ونهار نحن والجماعة كلنا مخالطين. هذه البرزة كانت؟ وهذا مكان البرزة اللي نبرز فيه صباح. ايش كان يتم فيها البرزة؟ هذه فيها شاكي ومشتكي. هذه البرزة فيها شاكي ومشتكي، وإذا حد له طلب أو له شيء يعني يجينا هنا يطلب من النايب سمعت رسالة إلى محافظة ظفار إلى الوالي بريك الله يرحمه، وكان الناس يسلم أنفسهم حين ذاك ونسجلهم نحن هنا نرفع أسمائهم إلى صلالة اسم الشخص اللي بيشتغل، ما نقول له هاد بطاقة ولا هاد جواز ولا هاد شيء. هذا في النهضة، في النهضة صاحب الجلالة السلطان المحكمة صاحب الجلالة نسوي برقية لصلالة، عندنا برقية نقول له فلان فلان بغى يشتغل معنا هكذا حارس وسجل حالنا سجلوه. والله كان عندي في ناس موجودين لكن الحين متقاعدين أكثرهم الأغلبية، كان ناس مواطنين. أنا بس نعرف وظائفهم يعني. وظائفهم واحد عقيد عسكر. إيش كان دوره هذا عقيد العسكر؟ مسؤول عن العسكر. العسكر. نعم. نعم. وتحته نائب ثاني مرة. إذا سأله مكان ولا شيء عنده نائب يعني تحت العقيد. والعقيد تحتي أنا اسمع. وكان عندنا واحد اسمه قاضي اسمه محمد بن سعيد كان من المرباط وكان عندنا هنا في سدح. وبعدين تقاعد والحين موجود في مرباط هو. ويسأل شاكي ومشتكي وإذا شي مشاكل نقدر عليها نمشيها نحن نقضيها هنا، ما قدرنا عليها نرفعها إلى والي ظفار. كنت ساكن هنا؟ أنا بيتي هذا اللي يعني بحصن من تحت من 72 إلى عام 1081 انتقلنا إلى المكتب الجديد هذا والبيت يعني بيت الوالي الحكومة خدمة بيت الوالي سدح موجود الآن على البحر والمكتب موجود الآن وانتقلنا إلى هناك وتمينا هناك زمان حتى جاني التقاعد وأنا في المكتب هذاك. وسدح كانت مدينة تشتهر منذ القدم بالتجارة، فمن مينائها يتم تصدير مختلف البضائع إلى الهند وسواحل أفريقيا، وكان من أهم الصادرات التي تحملها سفن سدح إلى الخارج اللبان، هذا بالإضافة إلى تصدير أنواع مختلفة من الأسماك المجففة والمملحة.
كانت إيجار السدح على اللبان. ونحن صغيرين صغار مثلي أنا. وفي ناس كان سدح، ناس طيبين وناس شيوخ، وهذه البلاد يخدم فيها اللبان سمعت، اللبان الحوجري والنيدي والرسمي، ثلاثة أنواع من اللبان في هذا البلاد. يجيها هنا على الجمال من الجبل إلى البلاد. وكان هؤلاء التجار الله يسلمك يوناس، حد يجي من صلالة بيت الحمر، وحد من بيت خوار، وحد من بيت معرم من بيت كثير، وجوا الناس من الغيضة، حد بيت كلشات، وحد بيت كدة، وحد بيت زعبنوت سمعت، وحد بيت بعوين سمعت. هذا يونا إلى سدح في شهر مثل الشهر هذا خمسة مثل الشيء بالضبط. هذا اللبان ما يستوى خدمته غير في الخريف، اللبان النيدي هذا سمعت. يوم يستوى الخريف هنا عندنا الخرف ومطار وصحاب ومطر، يستوى هناك ريح مثل الشمال في النقد ها ولا الجبل، هذا ريح ناشف مرة، واللبان ما ينجح له هذا الريح. بالكوس يضيع، إذا هبت على الكوس يضيع، إذا جاء مطر يضيع سمعت، ينتهي مثل الماء يذوب. لكن إذا هبت الريح هذا الغربية الشمال يصطلب وينجح ويكون ناجح سمعت. هؤلاء الناس يعني يدور عمل، يستخدمهم التجار هنا، لكن يطلق عليهم مش عمال، لكن لو مش عمال يطلق عليهم عونة، اسمهم العونة اللي يعاونوا الناس يعني. ما يعاون الناس، يعاون انفسهم، يعاون انفسهم في التيار في العمل نفسه يعني. في العمل. وهذا العونة عليهم اذا كان 10 عليهم واحد مسؤول، واذا كان 20 عليهم اثنين مسؤولين سمعت. ولهم منازل، هو يسموهم منازل المكان اللبان هذا من هنا يخدم اللبان، يسموهم منزله مثل الاعمال. يقول ضاحيه، تقول هي ضاحيه نخيل، ضاحيه فلان من البحر، وضاحيه فلان من عند المياه ضاحيه. هذه أشجار لبان لها محلات اسمها منزلة، اسمها منزلة، كل منزلة 10 أنفار 15 أنفار سمعت. هذا التاجر يأخذ له على استطاعته، بقى 20 أنفار، بقى 10 أنفار، بقى 30 أنفار إلى 50 أنفار. بعض منهم يأخذ 50 أنفار سمعت. هذا خلفان الشكيلي، هذا بيتهم عند المسجد الجامع، هذا يأخذ له 50 أنفار. هذا اللبان في شهر 10 جينا سفن من أرض المهرة، الآن هو اليمن، جينا من سفينة من الغيضة، سفن في الغيضة خشب، عندهم خشب، وكان له المرباط عندهم خشب أول، مثل حسن جمعان العمري، مثل عبد الله الحبشي، مثل واحد يعني بيت عقيل يسموهم، هذول عندهم خشب كبار سمعت. هذول يجينا مفتوح شهر 10 كلهن يتمعن في هذا الخور، في خور السدح. يقال انه تقريبا توصل الى 30 سفينه ترسي في وقت واحد، اكثر واكثر بقى. انواع، النوع الاول كبير قدام، والنوع الوسطيات في الوسط، والصغار الى قريب على البر. هذا يعني كذا تدريجيا حسب العمق، حسب العمق. هذاك عم تاخذ عمق كبير، خشب ابغال مثل هذه اللي في صور مجحبه الغنجه، هذه فتح الخير شفتها انت صور؟ شفناها نعم. مثلها كل هذه النمونه تسمع. لكن في بعضها سنابيق، وبعضها اسمها بوم، وحاضر بعض منها اسمها الغنجه. الغنجه هذه الموجوده، الغنجه يصدر من هنا، هذا يصدر من هنا سيسان الى المكله حضرموت. اما الخمر يروح سواحل، يروح افريقيا، يروح قليل، لكن اكثر افريقيا والمكله. هذا السيسان يوده المكلة، هذا السيسان يجينا مثل عيد العلا من كثره. أول خريف كله يسوي قراقير هاي سمعت. حصلوا الناس عايشين معيشة من الله. بعد شهر بعد شهر تسعة صف الله تسعة هو عاد ما جاء عشرة يقرب البر، مرة يغدفوه اللي بالمغادف يغدفوه من كثره، يفوحوه درامات مال الحديد، هذه قصة درام نصفين مال الحديد الكبير أبو 12 سنك
يروحوا هناك يطبخوه مع البحر. بعد ما ينجح يفلقوه نصين، يشيلوا الراس والعظام يعقوهم، يبقى اللحم يبسوه 4 أيام 5 أيام يبس، يبس بسرعة هو. بعد ما يبس يجيبوا البلاد ينزلوه يخزنوه هنا في البلاد. مفتوح يجوا تيار، تيار من مكلة. جينا العيد، عيد العلاء، عيد العلاء نعم، في الشهر هذا الحين في آخر الشهر هذا جينا عيد العلاء. وهذا عيد العلاء الله سلمك طيح من حاسك إلى مرباط، دخل في خلية الصيدلة كلهن وطيح. يلا كل من يشل الشايب يشل، خلي بس الشباب من بابولا يشلن منها ويبسوها في الخيص، في أي خيصة أجيب في 3-4 خياص أطيح مرة أطيح، كان حدا ساقها البر ويشل الناس منها ويبسوها، بعدين دفنوها في حفر إلى الفتوح 3 أيام. الخريف ما يشم موسم ذيك المدة، ما هي سفن ما هي سيارات، يدفنوها فتوح يشلوها يبيعوها يشتروها، ويجوها الصلالة طاقة يشتروها. وهذا المحسب. سافر بحفظ الله، سافر وقت الغبشة، ترجع باكر دارك الساحل يناديك. من ناحية السفر مالي أنا، سافرت أول الهند أول سفري، كان عمي يسافر خلفان راح البيت، هذا عمي أخوي، أنا مات أبوي وأنا صغير تسمع، وبعد رجال شيب سافرت أنا، أسافر إلى الهند بومبي ونبيع اللبان هناك، واللبان له قيمة ذيك اليوم. تأخذ اللبان من هنا يعني من سفر؟ إن شاء الله من هنا في السفن. نعم في السفن هذه اللي جينا في شهر 10، كل حد طلع في سفينة تطلع معهم، نسافر إلى الهند. وايدين يسافروا، مش واحد واثنين وثلاثة، وايدين يمكن ولادة 10 نفر، يرسلوا الناس عندهم لبانهم ويبيعوه، إذا باعوا اللبان وسافروا إلى العدن أو سافروا إلى السواحل أفريقيا يجيبوا منها ذرة هذه ذرة ويجيبوا رز. يبيعوا بالنقد كانوا ولا كان بالمقايضة؟ لا بالنقد، ماشي مقايضة، بالنقد يبيعوا بالربية زمان الربية، هذا الهند سمعت، يبيعوا بالربية وبعدين شلوا الربية ذيك المدة أيام نحن ربيع ريال متعادلات، ربية وريال واحد، كان ربية وكان ريال اسم واحد اسمع. لكن يوم يسافر نحن ما عاش يأكل فيها، أما الأولين يجيبوا من الرز ومن السكر ومن البزوز بأنواعه ومن الذرة تسمع، يجيبوا إلى البلادين هذه مرباط وسدح حاسك هذه كانت أول تيار فيها ناس، لكن ما عندهم بيوت، غيران عندهم أكلهم في الغيران، تمرهم في الغيران. أيضا سدح هذه كان سابقا هذا غيران، هذا الوادي كله غيران، هذا شوف ضريب على كلامه ضريب اللي خزنوا فيه العيش والسكر والتمر. وبعدين سار زمان الأولين شوفه وخدموا بيوت، خدموا بيوت حتى في الغيران، حتى الآن باقي غيران موجودة من حسبة النقيب موجود شيء منها. الساحل ينادي والله نحن نسافر أول ودي أول سفر ثاني للهند، نسافر من البر هذا من سدح ونسير البر هذا إلى حاسق الجازر سمعت الجزيرة إلى مصيرة إلى الأشخرة أو الجميلة، أول كانت جميلة الحين جميلة سمعت أصيلة الآن أصيلة إذا جينا هناك أصيلة هذه نتم يومين هناك نشيل ماي نشيل ماي ونشيل زاد سمعت منك أو نشيل ذبايح كل مجموعة فوق ذبيحة، ومن هناك نفلت بحر غبة إلى الهند ما شو جبل ولا شجر ولا حجر غير السماء وما، لكن عندنا ربان على البحر
عنده كتاب البحر. من هناك في النالية خارطة، تكون خارطة كبيرة حق بر الهند وحدها، حق بر أفريقيا وحدها، خوارط أيضا حق بر عدن وحدها. يرجع الخارطة هذه يعرف نفسه، وفي القبة يعرف نفسه إما سفل أو نزل على الهند، يعطي أوامر السكوني صاحب السكان لقاب السكان، يحدد الاتجاه، اتجاه يقول لك خذ النجم الفلاني، سير على النجم الفلاني. إلين الله قدر وصلنا بالسلامة، عندما نوصل بر الهند يقول هو تحملوا الليلة، إذا جينا وقت ليل يقول تحملوا الليلة بالبر وتشوف السراج اللايح مال المنارة مال الهند تلوح تسمع. هذا نوصل الهند بالسلامة، نبيع اللبان لكنك الماشي إلا بزوز، بزوز موجودة. أما سفرنا إلى المكلة وعدن في السنبوق البارحة شفتوها هذيك في مثل هذا النوع، هو صار عنا ما يخالف. كان اسمها فتح الخير السفينة اللي فتح الخير رحتوا فيها؟ مكتوب عليها فتح الخير. فتح الخير إذا سرت بعيد بشوف الرقعة موجودة، موجودة السنبوق المسمى فتح الخير. هذه كتابتي أنا اللي عليها، أنا كاتب أنا. لكن ناقش بشير بن سعيد واحد من رباط، اسمه بشير بن سعيد ربيع، هو نجار، هذا أستاذ نجار، هو خدم السنبوق هذه مع ناس ثانيين منهم ثلاثة نفر خدموا هو معهم. كتبنا عليها تحصلناك يا حافظ يا حفيظ، يا حافظ الأرواح في الألواح، ويا من جل الألواح من جل البحري، أسألك التوفيق والعفو والرضا الرضا وتأتنا الأرزاق من حيث لا ندري. مكتوب عليها بتشوفها إن شاء الله، مكتوب عليها كذا. هذه في متحف البليد الآن، هي في متحف البليد. نعم، متحف أرض اللبان نصها باقي النص ضيعوا الجماعة، والسلاح هم يعني خدموها بتكون صحية حلوة، ما شفت صورتها كيف. نحن سافر منا إذا وين عدن، إذا عدن هذا نخطف هذا برور بر المهرة، كل ما عندنا بر المهرة نحن الحين اليمن نخطف أبوه من طلكوت، هناك ضربة جبل اسمه ضربة علي، ضربة علي نخطف شوية يجينا حوف ما ننزل فيها، نزيل شوي قدام جادب، يجينا جادب هذه بعض الأحيان ننزل فيها ونحن خاطفين. جينا منطقة اسمها دمقوت، كانت بلاد قديمة سابقا ما نعرف عنها نحن، بس هو نحن خاطفين. جينا فتك، بعد فتك جينا الفيدمي، بعدين جينا الغيضة، بعدين جينا محيفيف، الغيضة بندر الغيضة محيفيف بندر مال الغيضة. بعد الغيضة جينا بلاد اسمها قفزان، كل أرض المهر هذا. بعد قفزان جينا الطون وجينا فرتك، بعد ما نلف من فرتك جينا بلاد اسمها الوادي، ثم بعد الوادي جينا بلاد اسمها صقر، ثم بعد صقر جينا قشن. هذا قشن إذا جيت من البحر كان صلالة، بيوت ونخيل فيها ما شاء الله، وهي بين جبلين، هذا اللي منها صوبنا كذا درجة، وهذا شروين ثاني هي ما بينهم هذه. أما السواحل إذا جينا من الهند نخطفها سقطرة، لازم نخطف سقطرة، جزيرة بلاد، ما جزيرة، بلاد وديان إبل غنم بقر نخيل، سمعت كله موجود فيها، سمعت من هناك انفلت ما هي غبة، لا كله بر، نسير بر ما سواحل. أجيك يعني من باسة يجيك تانكا سيرة الخضرة، سمعت. وهذا سفرنا زمان.